اهلا بكم مشاهدينا الكرام وجوله جديده مع ابرز ما جاءت به الصحف المحليه والعربيه والعالميه الصادره صباح اليوم. ونبدا بجولتنا بصحيفه الجمهوريه والعناوين الرئيسيه: قواتنا المسلحه انحازت دائما لامن الوطن ومصالح الشعب. من 23 من يوليو الى 30 من يونيو قصه تلاحم بين الشعب والجيش. وزير الخارجيه سامح شكري لناظريه الفرنسي والالماني: وقف اطلاق النار والحل السياسي للازمه الليبيه اولويه مصريه. مساهمة البنك الأوروبي في سندات المجتمعات العمرانية تأكيد للثقة الدولية في الاقتصاد المصري. صحيفة الأهرام: مشروعات النقل والطرق شريان تنمية وحياة للمواطنين. الرئيس: تعزيز معدلات التجارة والتصنيع والزراعة والتوسع الأفقي بمفهومه الشامل. الخارجية: القمة الإفريقية طالبت بآلية ملزمة لفض نزاعات سد النهضة. فتح المقاهي والمطاعم حتى منتصف الليل وغلق المحال 10 مساء من الأحد المقبل. نتيجة الثانوية بعد العيد والامتحانات القادمة إلكترونية. صحيفة الشروق: قرار جمهوري بالعفو عن بعض السجناء بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو وعيد الأضحى. مستشار الوزراء للإصلاح الإداري: المواطن لن يضطر للذهاب إلى المصالح الحكومية مستقبلا. متحدث الزراعة: سعر كيلو لحم الأضاحي يبدأ من 50 جنيه. الوطنية للإعلام: التلفزيون المصري قاد حركة التنوير وما زال هو قوة مصر الناعمة. اليوم السابع: كشفت مذكرات تحية عبد الناصر كافة الكواليس الخاصة بتفاصيل تحركاته بعد ساعات من نجاح ثورة 23 من يوليو. قصة العساكر الواقفين أمام منزل الرئيس الراحل بعد ساعات من نجاح الثورة، وكيف كان يتصرف حيال الشكاوى والتظلمات بعد أن أصبح بيته ديوانا لها. غدا البدء في حجز القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى. الأرصاد: طقس مائل الحرارة رطب بالقاهرة والعظمى 35 درجة. ونتحول إلى الصحف العربية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط: الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة استطلاع تركية غربي سرتا. اتصالات دولية لوقف التصعيد في ليبيا. مراسم كسوة الكعبة استعدادا للحج. الخليج الإماراتية: تصاعد الاحتكاك الأمريكي في سوريا بعد قانون قيصر. أبو الغيط يؤكد أهمية دور القاهرة في الارتقاء بالعمل العربي المشترك. السفيرة الأمريكية تزور السراي ولودريان في بيروت. تأهب إسرائيلي عقب تهديد حزب الله بالرد على مقتل أحد عناصره. القدس الفلسطينية: نقرأ السودان يقرر خفض عملته بسبب العجز الكبير في الموازنة. التحالف الدولي لا يخشى عودة ظهور تنظيم داعش في العراق. العراق يبيع نفط خام لشهرين بأسعار تفوق مؤشر برنت العالمي. الرأي: الكويتية غداة سقوط أحد عناصر في الغارة على محيط مطار دمشق، هل يرد حزب الله على إسرائيل أم يتجرع الضربة؟ دونالد ترامب يغير لهجته بشأن خطورة فيروس كورونا المستجد ويستعد للعمل مع الصين لإنتاج لقاح. ونحو ربع سكان نيودلهي أصيبوا بالفيروس. ونتحول للصحف العالمية، والبداية من واشنطن بوست الأمريكية: أكثر من 15 مليون إصابة بكورونا في العالم، وازدياد الحالات في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة تسجل أكثر من ربع الإصابات في العالم. جو بايدن يصف دونالد ترامب بأنه أول رئيس أمريكي عنصري. القضاء الكندي يبطل اتفاقا مع الولايات المتحدة بشأن اللاجئين. الجاردن البريطانية: أمريكا تمهل الصين 72 ساعة لإغلاق قنصلياتها في هيوستن وسط اتهامات بالتجسس، والخطة الأمريكية تشير إلى تدهور كبير في العلاقات. بريطانيا تعلن تسهيل عملية الحصول على جنسيتها للأشخاص المؤهلين من هونغ كونغ. مقتل وإصابة 46 من مسلحي طالبان في اشتباكات بأفغانستان. وليموند الفرنسية: واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار للقاء 100 مليون جرعة من لقاح قيد التطوير ضد كوفيد 19. ودونالد ترامب يقر للمرة الأولى بخطورة فيروس كورونا.
مايك بومبيو في الدنمارك بعد عام من توتر العلاقات. نيويورك تايمز الأمريكية: وزير بريطاني: لا يوجد دليل على تدخل روسيا في استفتاء بريكزيت. الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف من تأزم العلاقات بين أمريكا والصين. استطلاع: جو بايدن يتقدم على دونالد ترامب بثمانية نقاط مئوية. قلق في إسبانيا من الارتفاع السريع في معدل الإصابات بكوفيد 19. وبعيدا عن السياسة، تنصحنا صحيفة اليوم السابع تحت عنوان 10 فوائد صحية للمانجا ملكة فواكه الصيف أبرزها الحماية من الأمراض. المانجا من أفضل الفاكهة الصيفية، فهي غنية بالفوائد الصحية ومليئة بالعناصر الغذائية وحمض فوليك وفيتامين سي الذي يساعد على تقوية المناعة وامتصاص الحديد. المانجا أيضا غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة المفيدة في خفض ضغط الدم وصحة القلب، كما أنها غنية بالألياف التي تساعد على الهضم، وأيضا بفوائدها تصل إلى الوقاية من السرطان وصحة البشرة والشعر وتأخر ظهور علامات الشيخوخة. بالتلغراف البريطانية: علماء آثار صينيون اكتشفوا مجموعة من المقابر تبلغ 27 مقبرة يعود عمرها إلى أكثر من 2200 عام، وذلك في مدينة شيان، حيث تم اكتشاف أكثر من 500 قطعة مدفونة. ومن بين العناصر المكتشفة مجموعة مركبات برونزية وخيول وأواني فخارية وأغراض رنين وإكسسوارات ذهبية وعظام. ختام جولتنا الصحفية.